زي ما بقول لكم بقالنا فترة يمكن مركزين أكتر على الوضع الاقتصادي، بنتكلم أكتر عن الأوضاع الحياتية العامة عند الناس وأهم الأزمات، وأهمهم طبعا أزمة الكهرباء وتأثيرها على أعمال الناس وعلى شغلها وعلى المحلات اللي بتقفل وحالات الوفاة اللي بتحصل في الأسانسيرات، وشوية يمكن ما بنتكلمش عن الوضع السياسي اللي بالمناسبة لو اتعدل وانصلح الوضع السياسي والحال السياسي في مصر طبيعي هيأثر على كل الأزمات والمشاكل اللي بنتكلم عنها وهتكون في طريقها للحل. النهاردة حزب المحافظين كان في اجتماع للمكتب السياسي، والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين كان ليه كلمة مهمة جدا الحقيقة تم نشرها على صفحة الحزب. خلوني نقول لكم ما ورد في بيان المهندس أكمل قرطام ونرجع نقول كلمة المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين خلال اجتماع المكتب السياسي. نحن في حزب المحافظين نؤمن بأن الواجب الأساسي للحكومات هو حماية حريات المواطنين وخلق وتوفير وإتاحة الفرص لهم لكسب أرزاقهم وإثبات قدراتهم وإطلاق الطاقات الكامنة في نفوسهم وتهيئة المناخ العام لتحفيز الإبداع والابتكار والازدهار الذي يحقق التقدم والوفرة والرخاء والتنمية. كما نؤمن أن شرعية الإدارة المنتخبة لا تتحقق إلا بالالتزام بالدستور والقوانين، التزام بدستور وقوانين يا جماعة، دون لي أعناقها لمصالح الإدارة وأغراضها، وليست لها تحت أي مبرر أن تنفرد باتخاذ القرارات المهمة دون مشاركة شعبية مباشرة أو غير مباشرة بالوسائل الديمقراطية، ولا يجوز لها التحجج بأنها تولت الإدارة بناء على أغلبية مؤيدة، فالأغلبية تمنحها حق إدارة الدولة دستوريا لفترة محدودة، ولكنها لا تبيح لها التحكم والتلاعب بالقوانين ولي أعناقها على خلاف الفلسفة من تشريعها، ولا استغلال مؤسسات الدولة لمصالحها وتثبيت حكمها، كما أن امتلاك الأغلبية لا يجيز لها أن تجور على مصالح العامة أو الأقلية، حيث لا يعد حصولها على الأغلبية تفويضا لها بالتصرف منفردة وتسخير المؤسسات في غير اختصاصها، ولا باتخاذ القرارات المهمة وراء ستار من الخفاء أو السرية، أو وضع السياسات العامة للدولة دون مناقشة ومداولة مع المعارضة وتطبيقها دون أن يلقى عليها نور المناقشة العامة. ومن الناحية الأخرى، يعني هنا في البيان أو الكلمة اللي ألقاها المهندس أكمل قرطان تحدث عن اللي بتقوم به الحكومة أو بتقوم به الدولة أو اللي بيقوم به النظام، إنه بيتصرف في كل مناحي الحياة بشكل منفردا دون الرجوع لا للشركاء الوطن. ما هو الوطن مش حكومة بس، الوطن مش وزراء بس، الوطن يعني حكومة يعني نظام، حكومة معارضة مواطن. ما ينفعش يبقى الكلام كلمتي أنا بس، القرار قراري أنا بس، مصلحتي فوق الكل. فكمان زي ما وجه الرسالة بشكل واضح للحكومة، وجه الرسالة أيضا إلى المعارضة المصرية لما قال ولا يجوز للمعارضة أن تتمرد على الأغلبية بالقوة، إنما تعمل على إسقاطها من خلال الصناديق الانتخابية. فما الحكومة إلا مجموعة وظائف دستورية لتقديم الخدمات وحماية المواطنين وحقوقهم الطبيعية وحرياتهم السياسية، وإرساء قواعد العدالة مع الحفاظ على تماسك النصوص والتطبيق على الجميع دون تمييز. ونحن هنا في حزب المحافظين على يقين أن الشعوب لا يمكن أن تتقدم إلا في ظل دستور رشيد، ولا رشادة لدستور لا يحقق التوازن الدقيق بين سلطات الدولة ومؤسساتها وبعضها ويفصل بينهم ويمنع أي منها من الانحراف أو التجاوز في اختصاصاتها المحددة، أو أن تجور على السلطات الأخرى وتطوعها بحيث تكون الرقابة والمحاسبة متبادلة، والسلطة القضائية مستقلة وحدها وأحكامها النهائية هي عنوان الحقيقة، ولا حجية أو شرعية لأي أحكام تصدر ضد المواطنين على أي حال غير تابعة له، والمواطنون سواء أيا كانت وظائفهم وديانتهم وأجناسهم أمامها، وأيضا القانون يحمي ويضمن ويصنع سياجا حاميا لحق الشعب المطلق في التأييد والرفض والموافقة والمعارضة للسياسات العامة والتعبير عن رأيه ومخاطبة الرأي العام به، والحق في الحصول على المعلومات والتصوير والنشر، وفوق كل ذلك يصون ويقدس التعددية. وختاما البيان حزب المحافظين ختم وقال إن
ختاما، هذه مبادئنا التي نلتزم بها أمام الله وأمام الناس وأمام ضمائرنا، وهي الإطار العام لرؤيتنا وبرنامجنا في شتى المناخ. طبعا بيان محترم جدا وكلمة محترمة ومقدرة من المهندس أكمل قرطام، والحقيقة ده المعتاد الحقيقة من المهندس أكمل قرطام والمعتاد من حزب المحافظين. مرة تانية بيذكروا الحكومة، بيذكروا النظام بضرورة المشاركة، بضرورة أن يكون في هامش حرية. يا جماعة احنا بنتكلم دلوقتي على هامش حرية، هامش حرية للمواطنين، أن تسمحوا للناس يأكلوا عيش. حتى دي الحكومة بدأت أنها تحارب فيها المواطنين بصورة كبيرة جدا. هاي الكلمة بتاعت المهندس أكمل قرطام لقيت ترحيب واسع، خصوصا فيما يخص حريات المواطن والتزام بالنظام بالدستور، التزام النظام بالدستور. فكان في رد الحقيقة من الدكتور أيمن نور اللي أشاد بالرؤية الليبرالية لكلمة المهندس أكمل قرطام. الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة الليبرالي المصري بالتعقيب على كلمة المهندس أكمل قرطام أمام المكتب السياسي لحزب المحافظين، جاءت في كلمة الدكتور أيمن نور: بداية لا يسعني إلا أن أعبر عن خالص التقدير والإعجاب بالرؤية الليبرالية الرفيعة والرصينة التي تجلت في كلمة المهندس أكمل قرطام خلال الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب المحافظين، وإن كلمته حملت في طيتها قيما ومبادئ راسخة تبرز الالتزام العميق بالحرية والديمقراطية وتؤكد على أهمية الشفافية والمشاركة الشعبية في صنع القرارات، واستعراض لأهم القيم والمبادئ في كلمة المهندس أكمل قرطام، والحقيقة في إعادة نشر للكلمة اللي لسه كنا بنقولها لكم. فنتمنى أن يكون في نظر وسماع لأصوات العقلاء، أصوات الإصلاحيين، لأصوات أنا ما بقولش أهو صوار، أنا بقول إصلاحيين. الناس عايزة إصلاح، الناس عايزة حال البلد وحال المواطن يكون في أفضل حال. وفعلا ويمكن زي ما قال كمان المهندس محمد أبو حامد، هو كمان كتب الحقيقة النهاردة تويتة مشابهة بيتحدث فيها عن أن يكون في إصلاح، الإصلاح السياسي، الإصلاح السياسي مهم جدا جدا، وهو المفروض يكون أولوية لأي إصلاح إحنا عايزين نقوم به في البلد. كتب وقال قولا واحدا: الإصلاح السياسي وحوكمة نظام الحكم هو الأولوية الأولى لأي نهضة أو إصلاح يرجى، وكان خطأ مني عندما ظننت أنه من الممكن أن يحدث إصلاح اجتماعي واقتصادي من غير إصلاح سياسي أو مع تأخير الإصلاح السياسي، لكن هذا الظن كان مدفوع بالخوف من الفوضى التي صاحبت ثورة يناير ومشاهد العنف والإرهاب التي كنا نعيشها بعد ثورة 30 يونيو، بالإضافة لضعف الأحزاب. لكن التجربة أثبتت أن الإصلاح السياسي وحوكمة نظام الحكم أولا وقبل أي شيء. حيوية الانتخابات الأخيرة في إنجلترا وفرنسا أصابتني بالحزن على وضع الحياة السياسية في مصر. حقيقة النهاردة لما يخرج محمد أبو حامد ويقول أنه أخطأ واعتذاره أكيد مقبول، وطبعا محمد أبو حامد محدش يقدر ينسى، عشان برضو في ناس كان عندها تخوف شديد جدا لأسباب. محمد أبو حامد واحد من اللي تعرض الحقيقة لاعتداءات نفسية ولفظية وبدنية أيضا، فربما يكون كاره المرحلة كلها، وكان من أهم الداعمين وأهم الواقفين وراء 30 يوليو، لكن النهاردة طالع بيقولك أنا كنت غلط، كان لازم الإصلاح السياسي أولا، الإصلاح السياسي أولا وقبل أي شيء. فالحقيقة كانت تويتة مهمة إن إحنا نتكلم عنها. كمان الدكتور عمار علي حسن كان في لقاء على موقع فكر تاني واتكلم عن المصريين. المصريين ضحايا، مش هنقول بقى ضحايا سياسات وضحايا أوضاع اقتصادية وضحايا، الحقيقة هم ضحايا للاستبداد، ضحايا للاستبداد، استبداد مستمر. وده اللي أشار ليه أثناء لقائه مع فكر تاني، لما أكد وقال إن أي تعديل جديد في مدد الرئاسة في الدستور ده أمر خطير، وأظن إن أي عاقل موجود في النظام الحالي، أي عاقل موجود بالقرب من المسؤولين عن الدولة، أي مستشار رئاسي موجود، لازم يكون فاهم جدا إن تعديل
جديد في الدستور خطوط حمراء، خطوط حمراء لا هيقبلها المصريين ولا حتى غير المصريين. بمعنى ان ما ظنش ابدا ان اي نظام دولي بيدعم النظام الحالي هيكون مستوعب او قابل لفكرة تعديلات دستورية مستمرة. في النهاية في عندنا حاجة اسمها ديمقراطية، في حاجة عندنا اسمها الخطوط العريضة للديمقراطية، تجاوزناها مرة تجاوزناها تاني، لكن تالت أظن ده هيكون صعب جدا جدا. اتكلم كمان الدكتور عمار علي حسن في فكر تاني عن بيان 3 يوليو اللي استهدف كل الدساتير المصرية مش دستور 2012 فقط لا غير. واتكلم أيضا عن مستقبل الحوار الوطني، قال لك ده هيبقى ذكرى، الحوار الوطني ده هيبقى ذكرى كده للناس اللي بتشارك فيه وممكن ناخد منه حتة كده نحطها في قصص الأطفال، في إشارة إلى أن ما يحدث الآن في الحوار الوطني ده هزل، ده ما فيهوش أي شيء جد. وتاني هو طبعا بيقول في اللقاء بتاعه أنه متفائل، وأنا كمان متفائلة وعندي تفاؤل أن يكون في إعادة تفعيل للحوار الوطني، ننسى السنة اللي فاتت خالص بمرها ومرها ونحاول أننا ننظر إلى حوار وطني، حوار حقيقي، حوار جامع، حوار لا يستثني أحد، حوار يكون فيه فرصة حقيقية أن المصريين يتجمعوا، أن يكون فيه توحيد لوجهات النظر، أن نستمع للتوصيات اللي بتخرج من بعض الأحزاب المعارضة ويتم تطبيقها. مش لا ده خط احمر هنتكلم لا ده خط احمر، لا ده كفايه خطوط حمر. وطبعا اهم ما ورد في اللقاء هي فكره اللعب في الدستور، ادخال اي تعديلات على الدستور مش هتكون مقبوله. اتكلم طبعا في لقائه ان اصبح في انفصال عن الشارع من الأحزاب السياسية اللي موجودة في مصر، ويمكن تحديدا بيتحدث عن الأحزاب السياسية المعارضة وتحديدا الحركة المدنية اللي شايف ان هي منفصلة عن الشارع المصري، وده نظرا طبعا لأن الأحزاب اللي ولاءها كله للنظام هي اللي ليها دور أكبر، وبيكون في محاولة لتهميش الدور الحقيقي للأحزاب السياسية. فنتمنى ان ده يكون يتم حله في أقرب وقت.